رجاكم وقفوا. شو الحظ؟ دعي معلش. طب ليش ما عم تقلنا اي شيء؟ اذا انت بريئه حاولي تدافعي عن حالك. بكفي. انتم ما بتفهموا، انا بعرف هاي البنت وانتم مو فاهمين شيء. امشوا كلكم من هون يلا. هي باينتها بنت طيبه، بس طلعي شو عملت. يعني هي ما بتخجل؟ ما بتعرف انه اول ما تطلع سمعت البنت ببطل اي شاب يتطلع فيها. هلا مين رح يتزوجها؟ انا اللي رح اتزوجها. انت على اي اساس عم تدافع عنها؟ هلا انت رد علينا، شو كانوا عم يعملوا جوا؟ هي مع نقطه. وين بتعرفها للبنت؟ من ايمتى بتعرفها؟ شو صاير جاي تدافع عنها؟ بعدين انت مين بتقلها؟ اذا ما بتعرف البنت ليش بدك تتزوجها؟ انها هي ليش عم تتهرب من الاسئله؟ ليش ما عم تجاوبنا على اسئلتنا؟ بيال انت بتعرفها لهالبنت؟ بيال ليش رضيت انك تتزوجها؟ بس يا عمتي كيف صار هالشي؟ كيف ما هيش بده يتزوج بيال؟ كيف بتعرف هالبنت؟ كنت بتعرف عن هالعلاقه؟ شو علاقه هي البنت بالدكتور؟ انت قلتي لي نفكر بهالشي بعدين. ليكي كجل، اذا ما هيش بيشوفنا هون رح نتورط بزياده. يلا خلينا نروح. بس يا عمتي بلا إذا وبلا بس. بس هلا تعالي، نحن بدنا لازم نعرف الحقيقة. اتركوني بقى. وين راحت؟ لوين راحت بقى؟ هي هلا مزعوجة كتير. كيف أنا خليتها تروح لحالها بهي الحالة؟ ألو ألو كوجبالا، كوجبالا شو هالشي كله؟ وبنتي وينها؟ هي راحت معك مو هيك؟ وينها هي؟ الأمور كلها بخير. شو هذا الشيء اللي شفته على التلفزيون يا كوجبالا؟ بترجعك بنتي بين إيديكي الله يخليكي. إيه؟ هلأ ما حدا فيه ينقذها يا مرت أخي، بعد الشيء اللي عملته ما حدا فيه ينقذها منه. هلأ هلأ حقيقة انكشفت قدام الكل يا مرت أخي. وإلا نحن ما بنعرف شو كل اللي عملته. لا على كل حال مرت أخي بترجاكي سامحيني يا مرت أخي، بس أنا ما فيني إنقذها يا مرت أخي أبداً. كل شيء ظهر على التلفزيون يا مرت أخي. آسفة مرت أخي بس أنا مثلك متفاجأة وما عم أعرف شو أتصرف هلأ. لا بترجاكي لا تقولي هيك، بنتي ما ممكن تعمل هيك شيء. أنت شو عم تقولي هلأ؟ الشيء نفسه اللي عم تسمعيه يا مرت أخي، والشيء اللي شافه العالم كله على التلفزيون. ألو يا الله، ما بعرف شو المشكلة اللي وقعاني فيها بنتي، ما عم بعرف وين هلأ، ما بعرف. أخي شفت شي بنت عم تبكي مرقت من هون؟ لا ما شفت. يا ربي لو سمحتي، شفتي شي بنت عم تبكي وراتي طالعة من المشفى؟ ايه راحت من هون. شكرا. اهلين.